اليوم في حدث ثاني بعد اللي شفناه امبارح من تدمير الخريطة، البحث عن آدلر، وراح نشوف بتويتر بأنهم حطوا موعد حدث اليوم اللي هو الساعة 10 بتوقيت العنا. تذكيرا باللي صار، هم فجروا خريطة فيردانس وفتحوا لنا خريطة ريبيرت. في تغييرات عملوها لخريطة ريبيرت، منها انهم ضافوا الكنترول سنتر، وزي ما انتم شايفين الاسماء فيها احرف بالاحمر، واليوم وفروا لنا الموسم الجديد. اذا اشتريته راح تفتح لك الاوبريتر ريث، واذا انت شاري بلاك اوب اول ما تفتحها راح يعطوه كابتن برايس. والسلاحين الجداد موجودين في لوت الارض في ريبيرت، SMG PPSH 41 والسنايبر سويس كي 31 واللي هو بتحسه اخو الكار. وغيروا الجولاج، وما بعرف اذا هو للاحسن ولا للأسوأ، بس انا حسيته اصعب. لا تنسى تعمل لايك وشير وفولو عشان تشوف كل اشي جديد. ما تنسوا تعملوا الابديت وتتابعوا على الساعة عشان